بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول أخ السائل: لي شريك في تجارة أعطيه أموالا طول العام ثم أردها إلي بعد رمضان، ولنا على هذا 5 سنوات، وقرأت آية في سورة البقرة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يسأل: هل يجب علي أن أكتب الدين أم أن هذا لا يجب؟ أقول: هو لا يجب للآية التي سمعت: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا ولم يكتب، ولأن جابرا كان له على النبي دين ولم يثبت أنه كتب، فالكتابة مستحبة ليست بواجبة. مستحبة لأن النبي قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، وعصى فعصت ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد، وهو أمر استحباب. أما الحديث الذي فيه 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، الحديث إلى آخره، وفيه رجل أقرض رجلا دينا ولم يكتبه، فحديث منكر، قلب المتن وركب على سند آخر، وقد نبه على ذلك في غير موطن، والله أعلم. رجل جائع ودخل المسجد ومعه طعام، يأكل أم يصلي تحية المسجد؟ يأكل، لا صلاة بحضرة الطعام. ما علاج فتنة القلب بالشهوات؟ أكثر من ذكر الله، واسأل الله أن يصرف عنك وابتعد عن موطن الفتنة. يقول: أمتلك منحل عسل نحل، خرج النحل بكثرة من المنحل ولدغ صبيا صغيرا وحصانا بأرض بجواري، فمات الصبي والحصان من شدة اللدغ، هل علي شيء من الدية؟ ليس عليك شيء من الدية، يعني النحل ليس عليك شيء من الدية، أنت لم تقتل خطأ، وأنت لست بضامن للنحل، فإن الله قال: فاسلكي سبل ربك ذللا، أباح الله لها ذلك. فكونها تجنت على صبي أو على حصان فقتلتهما، يقول: وعلى فرض أنه أنشأ المنحلة في منطقة سكنية ولا يجوز له أن ينشئها فيه، يتحمل قسطا تعزيريا، لكن ليس دية قتل خطأ. وبهذا الصدد هذا ذكرني بشيء آخر أريد فتواك شيخ محمود فيه. قضية عرضت لنا في بعض إخواننا، كان في السودان، كانت مجموعة من الرجال متجهة من السودان إلى تشاد، فركبوا سيارة، في سيارة يقال لها سيارة جيب مفتوحة من الخلف مثل سيارات الجيش، مجموعة من الرجال ركبوا السيارة وواحد جنب بجوار القائد. ففي بعض الطريق لما قطعوا بعضا من الطريق إذا بحية هائلة تعترض الطريق، وإذا في الحال أيضا يسوق الله نسرا أو صقرا ينقض على الحية، ينقض النسر على أو الصقر على الحية، فتصارع النسر مع الحية صراعة شديدة.
وطبعا الصقر أو النسر له طريقة في القتل، والحياة إذا خذشت خدشا خفيفا يكون فيه هلاكها. لكن شهدي أن طريقة الصقور والنسور تأخذ الفريسة ترتفع بها شيئا 20-30-50 متر وتتركها، فتنزل الفريسة تتكسر ودايخة ينزل النسر يسلى فيها يأكل فيها براحته. فمن قصة النسر كيف يصنع، يعني يرفع الصيد إلى أعلى تماما وبعدها يسقطه، فإذا سقط خلاص وينزل هو بعد ذلك يأكل. فالمهم تصارع فاستطاع النسر أن يرفعها إلى أعلى، فارتفعت إلى أعلى وتركها، فنزلت الحية على السيارة على الموجودين في السيارة فقتلت اثنين. فأهلهم يقولون على السائق دية، السائق يقول يا إخوان هذا بلاء من السماء ليس لي فيه، يعني ليس لي فيه أدنى نصيب. فدائما المشاورات فيها بركة. فحصلت مشاورات مع بعض القضاة، فكان ثم قاض رزق الله فهما فسأل سؤالا، قال كما قال الشيخ محمود كده: هل سلك السائق طريق الجادة التي يسير فيها الناس، أم سلك طريق الغابات الذي عرض لماذا لاعتراض الحيات؟ فإذا كان سلك طريقا يسلكه الناس كلهم لا شيء عليه، لأنه سلك الجادة لا شيء عليه. لكن لو سلك طريقا مروعا تخرج فيه حياة يضمن جزء من الدية، وليست كلها، تقدر بحسب الأحوال، والله أعلم والله أعلم. تعليقك إيه؟ ليه ما أسرعش بالسيارة أو لفه؟ وشوف يقول لك ليه ما أسرعش بالسيارة ورجع، ارجع لمين؟ أنت تقول للرجل الذي سقط في البئر وما تقول لماذا اقترب من البئر؟ كان يلف يا أخي، الأمر انتهى. وقف يتفرج، موضوع سريع وما قدره الله. ما هل تستطيع أن تفر من قضاء الله؟ لا تستطيع. انتبه، واحد. يسأل عن شخص يعمل في الأجهزة الكهربائية المتعاقدة مع القرى السياحية ونحو ذلك، يعني في توصيل الكهرباء لأماكن مدن كشرم الشيخ اختصارا. لا إثم عليه، لأن شرم الشيخ فيها مسلمون صالحون وفيها دون ذلك. يقول: ذكرت أن من ترك سجدة من الركعة الأخيرة في الصلاة يسجد سجدة واحدة ثم يسجد للسهو، لأن ما قلت هذا، لعلك فهمت خطأ. حديث من ولي القضاء ذبح بغير سكين لا يصح. حديث من تعارى من الليل ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره، هل ينطبق على نوم النهار؟ جاء مقيدا بالليل. وجدت لصا يسرق بيتي وأمسك الناس به وخرجت من سلاح طلقة فقتلته خطأ، عليك دية قتل الخطأ. عندي مزرعة أسماك، هل يجوز إطعامها بالدجاج الميت؟ يكره ذلك، إن كان جائزا يكره، إلا إذا أثبت الأطباء أن ذلك يحمل ضررا للناس فلا يجوز، لحديث لا ضرر ولا ضرار. يقول: أعمل موان رمل وأسمنت، أبيع عربة الرمل 10 متر لكنها إذا تكعبت تطلع 9 متر، هل علي ذنب؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. هل ورد نهي عن التنزه في البحر؟ نزه في البحر أحاديث ضعيفة، منها لا يركب البحر إلا غاز أو حاج، لا يصح،
والأمر واسع ومباح. ما حكم تجارة العملة؟ إذا كانت يدا بيد جاز، أما النسيئة فلا، يعني بالأجل لا. يقول: مع تغير الساعة في القاهرة تغيرت موقيت الصلاة، هل هذا التوقيت يوافق موقيت الصلاة الفعلية؟ ما له دخل بالمسألة، المواقيت ثابتة، أوقات الناس اللي تغيرت، سموا الساعة 8 كان يسموها 9 سموها 8، لكن ما في شيء مشكلة يعني. قل: كنت ضابط المنبه في صلاة الصبح، إذا مولي زي إذا أردت بالدال يا جماعة مش بالضاد، إذا أردت أردت ألف لام راء دال، مش أردت بالضاد، لا، شيئا ما أفعله مثل شراب ماء أو أكل أو غير ذلك، وجدت وجدت الآتي: ضرب المنبه فاستيقظت لشرب الماء، ثم بعد ذلك اتضح لي أن المؤذن أذن، يعني شرب خطأ بعد الأذان وقام النوم، أكمل صيامك. يقول: ما يقول العلماء في مسألة أخف المفسدتين، ولماذا لا تطبق في الانتخابات التي نحن بصددها؟ جلها مفاسد، كل مفاسد، أخف مفسد، الله أعلم أين أصبح المسلم حيرانا الآن، الذين هم عن اللغو معرضون. يقول: رزقني الله بمولود فادعو الله أن يبارك فيه، صلى الله أن يبارك لك فيه يا رب. ما تفسير الذين هم عن صلاتهم ساهون يتركونها حتى يخرج وقتها؟ يقول: يأتي على أمتي زمان يستحلون الحرى والحرير، أليس الاستحلال بكفر؟ فكيف ينسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليس المراد بالاستحلال هنا أنهم يقولون إنه حلال، فالكلمة قد تتعدد معانيها، ولكن المراد بالاستحلال الفعل هنا، والله أعلم، أي يفعلون فعل من يراه حلالا. لكن إذا صرح شخص وقال الزنا حلال وهلا بذلك ما كفر. يقول: لماذا زيادة إن ضرب ظهرك وأخذ ملك شاذة؟ هي معلولة أظن بالإرسال، معلولة، اللفظة معلولة، وقد انتقدت من غير واحد من أهل العلم من أهل الحديث. ذكرتم أنه يجوز الصلاة خلف المبتدع، البخاري هو البخاري قال ذلك، أنا حكيت قولين وأرى أن الجماعة لا تترك من أجله، يعني إذا لم تكن هناك جماعة إلا جماعة يأمها شخص مبتدع صلينا خلفه. نعم، لا، إذا كانت بدعة مكفرة بيقول قل مدد يا بدوي يعني، ولا لا مدد يا بدوي لا نصلي خلف، هذا شرك. يعني السؤال: إذا كنت مخيرا إما أن تصلي منفردا وإما أن تصلي خلف إمام مبتدع جماعة، ماذا تفعل؟ عثمان بما أشار الذي أم المسجد من الخوارج، ومع ذلك عثمان قال صلي. رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوج بنتها، هل هذا يجوز؟ هذا حرام ولا يجوز أبدا، بل يقدم للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي ممكن يقضي بقتله إذا تعمد ذلك، لكن إذا عذر بالجهل له اتجاه آخر. يعني بعد أن دخل بالبنت طلقها يريد أن تزوج أمها. أمي تقول: لن أرضى عنك إذا عزلت من الشق،
وأنا متأذي من الشقة ومن المنطقة والجيران، وزوجتي متأذية لأني بجانب أمي، هل لو عزلت أكون عاقا لها؟ خذ أمك معك، خذ أمك معك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل صح عن عائشة رضي الله عنها أن أبر هذه الأمة رجلان، عثمان والآخر حارثة؟ لا يصح هذا. هل الأولى النزول إلى تعلم مجالس العلم والذكر أم القرار في البيت؟ النزول لتعلم العلم والذكر إذا كانت الفتنة مأمونة، لأن الله قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما حكم من جامع امرأته في الدبر مرتكب لكبيرة آثم؟ يقول ماذا نصنع في انتخابات الرئاسة؟ أنا معتزل، لأن ما يسمونه برامجهم لا تتضمن إقامة شرع رب العالمين، فلذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. بارك الله فيكم. هل يصح أن أقول فلان غلبان؟ العامة يقولون ذلك، وقد يقول قائل مثل تربت يمينك، مثل تربت يمينك، ثاني الفاظ العامة، تربت يمينك يعني لسقت يداك بالتراب من الفقر، ليس المراد ساكلتك أمك ونحو ذلك. صحة حديث إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات صحيح. حديث اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل عند الخروج من المنزل ضعيف للانقطاع بين الشعبي وأم سلمة. هل يجوز للمرأة أن تأخذ منشطات لكي تحمل في توأم؟ يجوز إذا كان اعتقادها صحيحا أن الذي يرزق هو الله، فلا مانع من التداوي. وهل يجوز للرجل أن يتناول دواء لتقوية الباءة إذا كان كسلانا؟ إذا لم تكن هذه الأدوية تضر يجوز استعمالها من باب تداوى عباد الله ولإعفاف زوجته. هل يجوز أن تنظر المخطوبة إلى خطيبها، إلى خاطبها، تريد أن تراه تنظر إلى الخاطب؟ سؤالي بقى لك أنت، عشان أنت اليوم تعبتني شوية. هل يجوز للشاب من أمثالك الذي يريد الذهاب لخطبة فتاة أن يتجمل لها، هو الذي يتجمل ويكتحل ويوضب نفسه كده ولا ما يجوز؟ لا، هو يعني يغسل وشه كويس ويسرح ويستبسم، يجوز؟ طيب، ويجوز له يكوي شعره؟ يجوز أن يكوي شعره وذاهب إليها وهو أكرت؟ سؤال يعني، مش سؤال، يجوز أسأل ويجوز أن تمتنع عن الإجابة، تقول الله أعلم. يجوز؟ هذا تدليس يا أخي، من غشنا فليس منا. واحد أكرت يا أخي يروح ها؟ طيب احنا نسأل واحد ليس بأكرت، لأن الاثنين كده بين عليكم ايه. هل يجوز للأكرت، تعرف الجعد القطط، شعر سلك وهو ذاهب يخطب، يكوي شعره أثناء الذهاب للخطوبة؟ ماذا عنده؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ تدليس عن المخطوبة، افرض واحد هذا واحد شعره مسمسم تطلع لها انت من غشنا، خليك على طبيعتك. شيخنا ده
لا ينافي من كان له شعر فليكرمه؟ لا، من كان له شعر فليكرمه تختلف عن أما الفقهاء دي مشكلة، هذه مشكلة الفقهاء، كل حاجة كيف تكيف يوافق مراده. ما معنى أن السماوات والأرض كانتا رتقا؟ رتق المشتبكان في بعض، ففتقناهما. ومنه قيل للمرأة التي سد مجرى الجماع عندها رتقاء، قيل لها، فيذكرون في كتب الفقه هل ترد الرتقاء بالعيب أم لا؟ فالرتقاء التي منسدة، فكانتا رتقا كانتا مشتبكتين ففتقناهما. هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.